يلا يا ساتذة، بص يا ساتذة، بص يا باشمهندسين كده، تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه؟ تعالى دلوقتي كده مع بعض هنبتدي نكمل المحاضرة بتاعتنا. بص يا ساتر، يلا بينا. يبقى انا كده عرفت كده عندي حتة مين؟ حتة التصميم كويس، واللي بيحصل فيه والدنيا بتاعته عاملة ازاي، وعيش حياتك زي ما قلت لك. يعني بص، حدث ولا حرج، يعني عيش حياتك. الموضوع سهل جدا في حتة الموكب والتصميمات الجاهزة. وبعد كده ان شاء الله لما تبقى حضرتك كده مصمم كده كبير ان شاء الله، هيبقى عندك تصميماتك. يعني انا يعني طب والله العظيم اللي حافظه عشان نعرضه اهو. تعالى كده مع بعض، فايل سيف اس، سيف اس كده هندوت. بص معايا، ادي سيف. اوكي، تعالى كده مع بعض، وادي سيف. يس، تعبنا فيهم، بقالنا ساعة بنشتغل فيهم، صح كده ولا لا؟ مش بقالنا ساعة بنشتغل فيهم؟ فنان قعد انا كمان الموكب بتاعتي، يعني الناس بتعرض وانا ما عرضتش. بص يا ساتر، تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي، تعالى دلوقتي كده مع بعض عندي كده. طيب يلا بينا نعمل كده عندي تصميم مثلا لمعرض سيارات عربيات كده عندي. تعالى كده هنعمل فايل نيو، فايل نيو كله مثلا كده عندي كام؟ 3 متر، 3 كده عندي متر سنتيمتر. في هايت 140، ريزوليوشن كده عندي كام؟ 70. الوان سي ام واي كي، واديني انتر. تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه؟ تعالى كده عندي ايمج، ايمج سايز. خلينا كده عندي بالبكسل بالسنتي، شيل الرابط، خليها كده عندي 130 130. كويس، هذا التصميم بتاعنا كده عندي. طيب عرفنا طبعا دلوقتي كده عندي الهوامش، هتسيب لي كده عندي 5 سم من هنا تقريبا، 5 سم كده عندي اهوت. تعالى سيب لي 5 سم من هنا عشان الشد، عوض 5 سم من هنا، وادي 5 سم من هنا، وادي كده عندي، وادي كده عندي 5 سم من تحت كده عندك، 5 سم من هنا. عملنا 5 سم من كل ايه؟ من كل اتجاه. الوان سي ام واي كي طبعا، الوان سي ام واي كي طباعه، الوان سي ام واي كي، الوان سي ام واي كي طباعه كده عندك. طيب جميل. طيب انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل مثلا يافطه معرض عربيات، معرض عربيات، معرض عربيات. طيب تعال دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه؟ هو معرض عربيات عباره عن ايه؟ بيع شراء استبدال، اسم المعرض، رسمه عربيه، باك جراوند كويس، باك جراوند كويسه، باك جراوند كويس. طب تعال كده مع بعض كده عندي ايه؟ جوجل صورة أبراج الكويت، أبراج الكويت، أبراج الكويت، صورة موديل.
تعالى كده مع بعض نيويورك مثلا، دي كده عند ايه؟ عجباني الصورة دي، حلوة دي. تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه؟ تعالى كده مع بعض عندي كتل، بصوا مع بعض كده عندي اساس، حلوة دي. تعالى اعملها كده عندي سيف، سيف ايمج اس، تعالى احطها لي كده عندي سيف. الإضاءة صحيح يا باشمهندس ما تنساش. طيب حاضر يا محمد، حاضر حاضر. بص مع بعض كده عندي يا ساتر، تعالى دلوقتي كده مع بعض، خلينا ابني التصميم يا محمد، وبعد كده هدي لك الفرصة ان انت تساعدني. ابني التصميم بس، هدي لك الفكرة وبعد كده ساعدني في اللي انت عايزه، ماشي؟ ابني التصميم وبعد كده ساعدني في اللي انت عايزه. طيب تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه؟ خدنا الصورة دي حفظناها كده عند ايه؟ طب عندنا غيرها؟ سيف. تعالى دي كويسة برضو. دي حلو. سايت سيف ايمج از. دي حلو. سيف ايمج اس يا حلاهم، سيف ايمج اس. يلا بينا كده عند اسد، خلاص كده كده كويس كده عند الاخر كده. تعالى دلوقتي كده مع بعض، هات لي مثلا كده عندي لون رمادي. تعالى كده مع بعض هات لي كده عندي لون ايه؟ لون رمادي كده عند اهوت. بص مع بعض كده يا ساتر، رمادي ازرق بقى. شوف انت عايز التصميم بتاعك على لون ايه؟ بلاش انا كل شويه ببتدي على احمر، تعالى هات لي رمادي. دايما من الالوان اللي بتجذب عيني دايما اللون الاحمر، من الالوان اللي بتجذب عيني على الاخر. ساعات تلاقي كده الوان كتير كده عندي على احمر. عملنا الكلام ده، تعالى كده مع بعض كده عندي هات لي ايه؟ هات لي مثلا كده عندي جريدينت انا على ابيض. شيل لي ده. ابيض على ما فيش. وسط زيرو. اديني وسط زيرو. اوكي. تعالى كده مع بعض كده عندي من فوق. وأنا أعمل لك كده عندي عندي جديدة. وأنا أعمل هنا إيه؟ هنا رمادي. طب خليه كده عندي على ابيض برضه. على ابيض ماشي. اوكي شد. طب كويس. تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه؟ تعالى دلوقتي كده مع بعض عندي كتل، هات لي بقى كده عندي عندي صورة مدينة نيويورك دي. صورة مدينة نيويورك، الصورة اللي أنا منزلها كده عندي. تلاتة متر في 150 يا رينات. لا بصوا، كل ما كل خلفية بالجريدينت دايما دايما الخلفيات الكويسة اللي هي بالجريدينت يا ساتر، دايما الخلفيات الكويسة اللي هي بالجريدينت. عايزك بس تكون عارف إن الخلفيات الكويسة دايما اللي هي بالجريدينت، دايما اللي هي بالجريدينت، دايما اللي هي بالجريدينت.
انا ما نزلتش ده ولا نزلت ده. ايه اللي نزل لي ده ولا نزل لي ده؟ وانا بنزل صوري نزل صور تانية ولا؟ طيب تعالى كده مع بعض كده عندي، ماشي دي كويسة، هات لي الصورة دي. بص يا ساتر، طب تعالى دلوقتي انا هعمل كده عندي، هجيب الصورة بتاعتي دي، هجيب الصورة بتاعتي دي، انا عايز كده عندي كبر شوية كمان. هات لي الصورة بتاعتي دي، نفس الحكاية هعمل لها كنترول جي، هعمل لها كده عند كنترول تي، رايت كليك، فليب هورزونتال، الصورة هتكمل بعضها. خدت بالك انا عملت ايه؟ تاني الحتة دي يا باشمهندس، ومعلش تاني يعني بهدوء شوية علشان بس أنا ماشية معاك خطوة خطوة. تاني انا جبت صورة نيويورك كده عند دوت نيويورك، تمام، حطيناها. حطيتها في الصورة بتاعتي، فانا عايز اعكس الصورة، عايز اكمل الصورة كده عندي هنا، اجيب مباني تانية. فاجيب مباني تانية منين؟ رحت واخد الصورة بتاعتي، عملت لها كنترول جي، نسختها، كنترول تي، رحت قايلها فليب هوريزونت، ورحت مديتها كده عند كده. ده الكلام ده احنا الكلام ده انتوا بتاخدوه في التحريك كمان، لما تحبوا تعملوا خلفيه متحركه ورا الشيء. اه كملت بعضها الصوره، كملت بعض، ما حدش عارف ان ما حدش هياخد باله من الحته دي، بس هي في سيمتري، هي كده في سيمتريه ما بينهم، يعني اللي هنا اللي هيركز اه ده هو هنا، اللي هنا هو هو اللي هنا، هنا هو اللي هنا، هو اللي هنا، الا بقى لو انت كده ابتديت ان انت ايه تغير في ملامح الصوره، خدت برج من هنا رحت لازقه هنا عشان تلغي السيمتريه دي، لكن لو سبتها انت كده هتبين ان في سيمتري. انا مش فارق معايا اصلا ده هتبقى خلفيه كده عندك، مش فارق معايا، همسك الاثنين كده عند امك. بس انا لما عملتها طلعت بكسلت وما ظهرش الجزء التاني، مع ان نفس الصورة اللي حضرتك جايبها بالظبط. يعني ايه بكسرت ازاي؟ الصورة يعني لما كبرتها بكسلت. ما جميله، انا ما كبرتهاش. لا انت هتلاقيكي ده وحافظها صغيره، هتلاقيكي حافظاها، بص حفظتيها من بره على طول، رايت كليك ما فتحتهاش، لازم تفتحيها الاول، لازم تفتحيها وتحفظيها من السيف من جوه. يعني انا لما كنت بختار، كنت بختار مش ابص من تمام، بره واحفظ من هنا، لا انا كنت بحفظ من هنا. وتاني حاجه انا بحاول على قد ما اقدر، مش عارف لسه الاختيار لسه موجود ولا لا، هتلاقي كده ادوات الحجم، ساعات ما بكون مختار كده عندي، ابص اي حجم اختاري كده، لو انت عايز بقى ما تبكسلش عندك اختار الحجم الكبير، حجم كبير بس، كمان لما تحفظي تمام. دايما، لما تحفظي دايما ما تحفظيليش من بره من هنا، ما تبقيش شايفاها من هنا وتعملي رايت كليك كده وتحفظيها، لا تحفظي منين، تفتحي الصوره وتحفظيها، او فتحت الصوره كده وحفظتها من هنا من الفتح من هنا، وصلت؟ تمام، طيب هو احنا عملنا الأول عليها انا عملتها كوبية كنترول جي، كنترول اخدتها جي كلير وبعدين جديد، كنترول سي. وبعد كده كنترول تي وضغطت رايت كليك وعملت لها فليب هورزونت، تمام، ورحت محركها في الجنب التاني اللي الصوره كملت بعض، كملت بعض كده عند اهو، ورحت عامل كده عندي ايه، ورحت عندي عامل كده عندي كالتالي، رحت عامل ايه كده عندي، رحت عامل لها كده عندي إيه؟ لزقتهم في بعض وعملت لهم كنترول اي، كنترول اي، كنترول اي اللي هي دمج. طيب هعمل ايه بقى كده عندي، تعالى كده مع بعض، هات لي كده عندي ايه، هات لي كده عندي ال تعالى كده نجيب كده عندي مع بعض كده عندي ايه، عندي كالتالي، هات لي كده عندي أداة ال من هنا،
تعالى كده مع بعض، زوم بقى كده عندي، انظر ازاي. ابتدي بقى كده بالراحة كده عندي، حدد بلف على المدينة بتاعتي كلها كده عند أول. حاول كده عند هو تشتغل على قد ما اقدر سبيس. أنا بحاول ألف على الشكل كله كده عند دوت. تعالى كده معايا، ماشي كده عند دوت واحدة واحدة. خلاص أنا بدأت أخلص أهو، على ما أعتقد هي بدأت أخلص. خلاص بقى انا خلاص كده هاني. طب بصوا كده عندي اساس، تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي، اعمل لي كنترول جي، هات لي نسخه كده عندك. خدت نسخه كويس، خدت نسخه منها، خدت نسخه منها كده عندك. طيب انا عايز اخد نسخه كده عندي، وايه تعالى دلوقتي كده مع بعض اعمل لي سيلكت
سيلكت موديفاي موديفاي كده عند اهو فين سيلكت سيلكت موديفاي فيزر واديني فيزر كام 10 بيكسل مثلا كده 10 بيكسل 10 بيكسل تعالى كده خد لي كنترول جي اشوفها في الفيزر هتبقى عامله ازاي لا عايز فيزر اكثر اكتر من كده بص كده مع بعض كده عندي قول لي كده عندي سيلكت موديفاي فيزر خليني مش 10 خلالي كده عندي 100 100 بيكسل لا كتير كده عندي 100 بيكسل خلالي كده سيلكت موديفاي فيزر 50 انا برضو كنترول زد سيلكت موديفاي فيزر 30 حلو كده حلو كده كنترول جي كده حلوه حلوه مدموجه في الخلفيه اندمجت في الخلفيه اندمجت في الخلفيه كده انا عايزها تبقى مدموجه في الخلفيه كده بتاعتي طيب جميل طب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه تعالى كده مع بعض عندي كالتالي تعالى اطلع لي اللير اللي فوق دي البيضه دي فوق شويه كده كويس كده كويس طيب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه تعالى دلوقتي كده معلش معلش نعم الحتة دي تاني، طلعت اللون الأبيض ده ازاي؟ ده انا كنت عامل لير على شفاف كنت عامل لير ابيض على شفاف اهي ابيض بشفاف كنت عاملها عملتها جريدينت في شفاف كده عندك لون جريدينت نازل على شفاف كده عندك جريدينت على شفاف ادي جريدينت في لير لوحده ابيض وفي الاخر شفاف ونزلته كده عند اهو طيب لو عايز اعمل ابعاد في الصوره على خلفيه اعملها ازاي يعني ايه ابعاد يعني ايه ابعاد يا اسراء يعني ايه ابعاد عايز تعملي ابعاد ازاي يعني مش فاهم يعني عايز تعملي ابعاد طيب انا ممكن كمان امسك دي بقى كده اعمل لها كده عندي ايه اوفرلاي كده عند اهو يعني اغير بقى ايه ادمجها في التصميم بتاعك ممكن كده جميلة كده مدموجة في التصميم كده عندها حلوة لومينيستي وتعالى ممكن تقلل البسط بتاعها شوية كده حلو ممكن أخليها كده على كده كويس وابتدي إن أنا أكبر كده عندي كنترول تي أكبرها شوية كنترول تي كنترول تي كده عندها أكبرها شوية معلش معلش كنترول تي تعالى كبرها شوية كويس جميلة كده عندك ممكن أخليها كده عندي على كده عايز ترجعها تاني كده عندي بألوانها رجعها تاني بألوانها براحتك الموضوع راجع لك الموضوع راجع لك أنت طيب عايزين صورة العربيات كده عندهم طيب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه تعالى دلوقتي كده مع بعض عندي كالتالي بصوا بقى مع بعض كده عندي عايزين العربيات بتاعتنا صور عربيات صور سيارات من الامام جميلة كده عندي اختار بقى كده عندك عربية كده عندي خلفية بيضاء خلفية بيني جي بي جي ديسكتوب سي تعال دلوقتي كده مع بعض لو جبنا صورة العربية دي نزلنا بيها كده عندك في فوتوشوب طلعنا بيها فوق وسبتها
طب اعمل لي كده عندي، انزل اطلع بيها فايل جديد اندكس، تعالى كده عندي ايه ايمج، عندي مود ار جي بي سيم واي كي كده عند اوت. اوكي عارف الحلو. طيب وانا دلوقتي لو عملنا كده عندي ايه، الموضوع عايز اللي بقى كده عندي. طب بلاش دي، عايزين غير كار فرونت سايد، كار فرونت سايد، كار فرونت بينجي. مش اس، ويا ريت لو عندك عربية لونها حمرا تبقى بصه تبقى في الجو دي حلوة دي. انزل كنترول تي، كويس حلو. العربية الأولانية بتاعتي، العربية الأولانية كده عندي بتاعتي كده عندك. طب حلو، طب تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي ايه، تعالى كده مع بعض عندي كالتالي. لسه دلوقتي لما هنور المدينة من ورا، لما أدور المدينة من ورا الوضع يختلف. لما أعمل إضاءة من ورا هعملك الإضاءة دلوقتي يا محمد، ازاي عايزين عربية حمراء. هنا خلفية شفافة ما بوافيش. باشمهندس، مش ممكن نلونها؟ إيه؟ مش ممكن نلونها ألون إيه؟ العربية؟ يعني نغير لونها من الأبيض ينفع؟ للأحمر؟ لا الأبيض، الأبيض هيبقى صعب تلوين، الأبيض بالذات هتعوز تتعمل على كذا مرحلة. فأنا أنجز على نفسي وأجيب عربية شفافة ذات نفس مرة واحدة بدل ما أقعد ألف حوالين نفسي. هنا كده عند سيف ايمج اس، تعالى كده مع بعض عايزين كده عندي هذه العربية. انزل انزل كده عند ايه، اطلع حط كبر كويس. واخد ممكن اخد العربية التانية كده عندي، ممكن اخد عربية زرقاء بقى كده عندي، اجيب عربية زرقاء احطها كده عندي او سمرة، ماشي شوف اللي انت عايزه، سمرة زرقاء اللي انت عايزه كده عندي. كويس دوج كار بينجي عايزين كده عندي. عربية سايد فيو، كار سايد سايد فيو، هنا جايب العربية سايد فيو على طول
سيمي سايد فيو، سيمي سايد فيو. طب دي سهلة انها تزرق، دي سهلة انها تزرق. هات لي بقى كده، عندي كنترول جي، بس يعني كل ما يكون عربية تانية ده كل ما يكون افضل. كنترول تي، رايت كليك، فليب هوريزونتال، ده الجنب التاني. على فكرة ممكن تصغرها شوية، يعني ممكن تصغرها شوية، صغر العربيات دي شوية. سيبكم الأول أعمل لهم محاذاة كده، كده المحاذاة كده عندي زي بعض أهو. قلت لي كده عندي إيه؟ صغر. عشان تبرز العربية دي بس. كويس اهو. تعالى دلوقتي كده مع بعض كده، عندي ايه؟ تعالى دلوقتي كده مع بعض الحتة دي هنعمل كده، عندي ايه؟ نعمل عليها كده، عندي اوتر جلو، جلو كده عند اوت، اوتر جلو. زود لي كده عند السبريد سايز، غير لي كده عندي ايه؟ داكن. زود لي كده عندي ايه؟ اللون كده عند ابيض، على ابيض كده عند دوت. تعالى قول للرينج، قلل الرينج بتاعك، قللنا الرينج كده عند دوت. بس كده عند دوت حطينا الاضاءة بتاعتي كده عند، ظبطتها كده عند دوت، قلل الاضاءة بتاعتي كده عند دوت. كويس. طيب تعالى دلوقتي كده مع بعض بقى كده عندي ايه؟ تعالى دلوقتي كده مع بعض عندي كتاب. ناقص لي بقى كده ان انا اعمل بقى كده عندي ايه؟ ناقص لي كده عندي ان انا اعمل عندي اسم المعرض كده عندي، نسميه مثلا معرض ايه؟ اسم المعرض ايه؟ ها؟ اسم المعرض كده عندي. الكتابة، عايزين نحط الكتابة كده عندي، نسميها ايه كده عندي؟ نسميه ايه كده عندي يا ست؟ ونيم كاب. تعالى دلوقتي كده مع بعض، هات لي فونت بقى كده عندي، اديني كده عندي فونت كده عندي،
يا إيات، هو معانا ولا مش معانا؟ طلع من المحاضرة عشان ما يجاوبتلوش على سؤاله، طلع من المحاضرة. الكتابة ما بتكبرش، هو كده طالما ما جبتلوش على السؤال تلاقيه يطلع من المحاضرة. تعالى كده عندي على بيت. بعد ما بعد ايه؟ ما اغير في الريزوليوشن اشتغل في التصميم ولا هتأثر عليه؟ انت بعد ما اشتغلت عايز تغير في الريزوليوشن؟ بعد ما اشتغلت عايز تغير في الريزوليوشن؟ بص، ممكن تعمل لك مشاكل، ممكن تعمل لك مشاكل. تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي، اقول له جريدينت اوفرلي. تعالى اقول له جريدينت اوفرلي كده عند دوت. بص مع بعض، جريدينت اوفرلي هكسو. تعالى كده عند سكيل. كويس كده. طيب هنعمل بقى كده عندي ايه؟ هنعمل نشيل الفيل بتاع الكلمة. تعالى نغير كده عندي ثانية واحدة. تعالى في الجريدينت نغير المود بتاعه. جميل كده عند دوت. تعالى اعمل لي كده عندي ايه؟ تعالى اعمل لي ستروك. زود الستروك بتاعك، قلل الستروك بتاعك على بيض، او خليه كده عندي رمادي على بيض على اسود. طب صغر الستروك، صغره. هذا الستروك بتاعنا. بص معايا كده عند ست، ده الستروك بتاعنا كده عند اوت. ثانية واحدة، أنا عايز أزود منه. تعالى اعمل لي كده عندي، تعالى كده هات لي كده عندي الكلمة دي كنترول جي. كنترول جي. بص يا ساتر، تعالى اعمل لي كده عندي ايه؟ هات اغنيم كده عند اهوت. خلي لي الكلمة دي اللي فوق ده يتشيل لي منها الستروك، شيل لي منها الستروك. مين اللي هتبقى تحت؟ تعالى دلوقتي كده مع بعض كده عندي، يعني شيل من اللي على قدام الستروك كده عنده، شيل من اللي فوق الستروك. انا عايز اخفي الستروك اللي تحت ده، عايز افتحه على المدينة كده عندي، عايز افتحه على المدينة. بصوا معايا،